أهلا بكم. كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن طبيعة التوتر الذي صبغ العلاقة بين الإخوان المسلمين في مصر وبين المجلس العسكري والذي كان يسيطر على البلاد في منتصف العام 2012، ورغبته في الحفاظ على امتيازاته بمقابل تأكيد الإخوان أن الوضع النهائي يجب أن يضمن وضع الجيش تحت رقابة البرلمان مع احترام مكانته. كما تكشف الرسالة عن خلافات في وجهات النظر حول طبيعة الحكم في مصر بين قيادة الإخوان وبين مرسي في ذلك الوقت. وللتعليق ينضم إلينا عبر سكايب السيد يحيى حامد وزير الاستثمار المصري الأسبق. أحييك سيد حامد على شاشة الجزيرة مباشر. ودعني أبدأ بهذه النقطة وما ورد في هذه الرسالة المسربة فيما يخص هيلاري كلينتون، والتي بدأ أنها قالت أو جاء فيها أن هناك كانت علاقة متوترة بين الرئيس من ناحية الرئيس الراحل محمد مرسي وبين جماعة الإخوان المسلمين قيادات الجماعة في فكرة الاستقلالية عن الجماعة وقيادة مصر كزعيم مستقل أو كحاكم مستقل. أنت كنت قريب من الدكتور محمد مرسي قبل حتى أن تتولى وزارة الاستثمار المصري. ما حقيقة مثل هذه المعلومات من وجهة نظرك؟ اهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا بك. اشكرك على الاستضافه. انا اظن ان التقرير جاء ليوضح يعني مجموعه حقائق الكثير منها كان معروف ويعني قلناه كثير من المرات. من اهمها النقطه اللي حضرتك ذكرتها وهي الاستقلاليه الشديده اللي كان يتمتع بها السيد الرئيس الدكتور مرسي رحمه الله. الاستقلاليه دي بانت يعني من اول يوم، من اول الانتخابات، من اول القرارات التي اتخذها في إقصاء عنان وإقصاء طنطاوي على سبيل المثال، ومدير المخابرات الحربية، مدير الـ 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 القوات العسكرية حمدي بدين ساعتها، اللي بانت في أحداث غزة اللي كانت مشاركة فيها بقوة هيلاري كلينتون نفسها في قصر الاتحادية لما جت علشان إبرام الصفقة اللي حصلت. وبالتالي بان قدامنا شيء كنا دائما نقول، أن الدكتور محمد مرسي كان يتمتع بشخصية مستقلة تماما، كان يحترم نفسه بشدة ويحترم مصر اللي يراها كبيرة جدا في نظره وأراد أن يمثلها كما كان بيتمناه. اسمح لي سيد حامد، يعني طالما بنتحدث، أنا آسف طبعا للمقاطعة، لكن طالما احنا بنتحدث عن الرسالة والاستقلالية، لكن هي في نقطة قالتها أو جاءت في الرسالة الموجهة لكلينتون هيلاري كلينتون بتقول فيها أن الدكتور محمد بديع طبعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور سعد الكتتني وكان في ذلك الوقت رئيس للحزب ورئيس للبرلمان كان يشعران بانزعاج متزايد من الدكتور محمد مرسي لأنه بيحاول الاستقلالية عن الجماعة. هل هذه النقطة دقيقة أيضا؟ يعني خليني أقول لحضرتك على مجموعة أشياء أنا شاهدتها كشاهد عيان. بطبيعة الحال الدكتور محمد مرسي كان أحد أعضاء مكتب الإرشاد قبل الانتخابات. كان الدكتور محمد مرسي قبل الانتخابات رئيس لحزب الحرية والعدالة. الانتقال
من موقع رئيس الحزب وعضو في جماعة الإخوان المسلمين في هيئتها العليا، ثم كل المصريين. احنا قعدنا سنة في الحكم فقط لا غير. هذه السنة انا اقدر اقول ان في الاول مش كان في خلاف، ربما الخطاب اللي ذكر على احد المتحدثين بعته لوزيرة الخارجية ساعتها بوجود خلافات. انا ما اقدرش اقول ان كان في خلافات بقدر ما كان في تباينات في الرؤى. الإخوان المسلمين لما تسمع مثلا على سبيل المثال عن عزل طنطاوي وعن عزل عنان من الإعلام كما تسمعه باقي الناس، بطبيعة الحال كان لديهم سؤال. الناحية الأخرى رئيس الجمهورية كان يقول إن هو هذه المساحة التي انتخبه الشعب، الشعب لم ينتخب الإخوان المسلمين، الشعب انتخب رئيس اسمه محمد مرسي. لكن اسمح لي سيد حامد، يعني أنت عايز تقول لي إن الإخوان ما كانوش متفقين مع الدكتور مرسي على فكرة الإطاحة بطنطاوي وعنان؟ يعني مسألة في مثل هذه الخطورة لم يكن ما بينها يعني اتفاق وتنسيق؟ أنا ما قلتش إن هم ما كانوش موافقين، أنا قلت أن القرار علمه الإخوان كما علمه الآخرون، مش هذا القرار فقط لا غير، عشرات القرارات الأخرى. في فرق بين التنسيق السياسي مع الحزب اللي أتى منه الرئيس وأن هناك قرارات سيادية لا يجب أن يعلم عنها أحد قبل خروجه. هذا هو اللي قريته الخطاب. الخطاب ذكر بصراحة مجموعة أشياء تانية كتيرة، مش بس المساحة والاستقلالية في الرأي والبيرسونال كاباسيتي اللي موجودة عند الدكتور مرسي اللي خلينا نقول أزعج بيها البعض وخلى البعض التانيين مستغربين منها، الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض اللي كان بيتعامل مع الدكتور مرسي على الأقل في وقت هيلاري كلينتون قبل جون كيري بشكل معين من التوطير، و يعني رؤيه مصر انها احد دعائم الاستقرار الحقيقيه اللي موجوده في المنطقه، خاصه اللي حصل ما بين اسرائيل وما بين حماس في هذا الوقت. لكن النقطه الاخرى اللي بتؤكدها هو دحض فكره ان كان هناك اتفاق ما بين حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين مع المجلس العسكري. طيب. من اول لحظه والخطابات الكثيره اللي موجوده بتؤكد ده. النقطه دي نقطه مهمه وانا عايز اركز فيها مع حضرتك، واحنا دلوقتي واحنا بنتكلم الرساله هتبقى موجوده على الهواء مباشره، الرساله المرسله من القاهره لهيلاري كلينتون، الحقيقه بتوضح فيها نقاط غايه في الاهميه، نقاط كثيره بتتحدث عن جماعه الاخوان المسلمين، عن العلاقه بين الجماعه والدكتور محمد مرسي ومحاولات محمد مرسي الاستقلال عن في اراء يعني في الاجراءات التي يقوم بها لحكم مصر عن الجماعه بقدر ما، بتحدث ايضا عن علاقه الجيش والدكتور مرسي، علاقه الجيش وجماعه الاخوان المسلمين، فيها كلام في منتهى الخطورة والأهمية. قبل أن نذهب لنقطة الجيش هسألك بشكل واضح وصريح، هل كانت تمارس من داخل جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد أي ضغوط على الرئيس محمد مرسي لكي يكونوا مشاركين في إجراءات الحكم بشكل مباشر؟ ودعني يعني أحدد اسم بالتحديد، المهندس خيرت الشاطر كانوا يقولون عنه أنه هو المحرك الحقيقي والحاكم الحقيقي لمصر، ما مدى دقة هذا الكلام؟ أعرف الباشمهندس خيرت كويس، وكنت أحد الشخصيات القريبة منه قبل الانتخابات. أنا بأكد لحضرتك أن الباشمهندس خيرت ربنا يعني يفك أسره، أسر أكثر من 70,000 معتقل موجود في المعتقلات، لم يمارس أي نوع من أنواع الضغط على الدكتور مرسي على الإطلاق. أنا سواء وأنا في الوزارة بعد شهر 5 إلى وجود تاريخ الانقلاب العسكري أو قبله لم أشاهد هذا الموضوع على الإطلاق. كان هناك تباينات في بعض الرؤى بطبيعة الحال، مش مع الباشمهندس خيرت على الإطلاق، مع الحزب، مع رئيس الحزب، مع مجموعات الحزب. خلي بال حضرتك احنا أمام 3 حكومات تم تشكيلها، كتير من الأوقات ما كانش فيه رضا عن حكومة الجنزوري، في بعض الأحيان ما كانش فيه رضا عن حكومة الدكتور هشام أنديب، كان هناك تباينات، ده الأمر السياسي الطبيعي اللي كان موجود. كان بعض الناس موجودين زي الدكتور باسم عودة والدكتور أسامة ياسين ربنا يفك أسرهم وغيرهم، كلهم كلنا ننتمي لحزب الحرية والعدالة بطبيعة الحال، فالحزب كان مشاركا في الحكم في هذا الوقت. بطبيعة الحال كان هناك رئيس جمهورية، نفس البرلمان تم حله ثم تم رجوعه مرة أخرى ثم تم حله مرة أخرى، يعني كان عام شديد بالتغيرات والأحداث ولا. طيب. نتكلم على عام واحد فقط لغير. سيد حامد، ما نستطيع أن نؤكده. طيب يعني نختم هذه النقطة في 30 ثانية، أكمل الفكرة سيد حامد تفضل. لا أنا ما أستطيع أن أؤكده أن الدكتور محمد مرسي كان يعني بكل ما له كان همه الأول والأخير هو مصر، ولكن لم يكن أبدا بينظر لمصلحة جماعة، ورأيناه في عشرات وعشرات
الأحداث. وبالتالي فكرة بقى أن الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أو الدكتور محمد مرسي تآمر مع العسكر أو حاول يعمل مع العسكر هذا الكلام، مش بس بيضحضوا الخطابات الأخيرة المسربة من عند هيلاري كلينتون أو الكتاب اللي هي كتبته، ولكن عشرات الأحداث اللي كلنا كنا شهود عيان عليها. طيب، الرسالة أيضا بتكشف أن القادة العسكريين بالتأكيد يعني تحت رئاسة المشير السابق طنطاوي كانوا يريدون ضمانات بأن مكانتهم في المجتمع المصري سوف تكون محددة بوضوح ومحترمة. تكشف أيضا الرسالة على توصل الإخوان إلى تسوية مع المجلس العسكري على أن الحكومة ستكون هكذا يقولون إسلامية ولكن منفتحة على العالم. ده يقودنا لطبيعة العلاقة، وأنت كنت قريب من دائرة الحكم، يعني بين الدكتور محمد مرسي من ناحية وبين المجلس العسكري وقيادات الجيش من ناحية أخرى، قبل أن نذهب عن العلاقة بين الإخوان والجيش، كيف كانت؟ أنا أظن أن المجلس العسكري كان واضح عند الدكتور مرسي جدا هو محاولة تشبثه بالحكم. الفترة الانتقالية اللي أدارها المجلس العسكري في غاية السوق طوال 18 شهر من فبراير 2011 حتى الانتخابات في يونيو، ومحاولة التسويف ومحاولة جلب الفريق أحمد شفيق، والحالة حل البرلمان لما حاول يوقف ترشح أحمد شفيق، كل هذه وعشرات الأحداث من المذابح، مسبيرو، مجلس الوزراء، مسرح البالون، كل دون الخطابات بتقولنا أن المجلس العسكري أراد، ودي نقطة مهمة جدا، أراد أن يكون هناك رئيسا مدنيا ديكور فقط لغير يمرر من وراءه المجلس العسكري كل السياسات، وذكر بشكل واضح جدا في الخطابات أن هذا الشخص المرشح لهذا الدور كان الدكتور محمد البردعي. الجيش كان عايز محمد البردعي بطبيعة الحال، وهو يعني كان أعتقد قام بهذا الدور فيما بعد الانقلاب العسكري حتى تاريخ استقالته. طيب، بعدما جاء الدكتور محمد مرسي كيف كانت طبيعة العلاقة بينهما؟ يعني كانت علاقة ندية أم كان في ما يعرف يعني بتفاهمات من تحت الطاولة؟ يعني سنحترم مكانة الجيش، استثمارات الجيش، مقابل أن يترك الجيش الحكم لجماعة الإخوان المسلمين وللدكتور محمد مرسي. هل هذا صحيح؟ الجيش ما كانش بينظر فقط لمسألة الضمانات الاقتصادية بتاعته، الجيش كان ينظر في الأساس لمحاولة الانقضاض على السلطة من أول وضع. وبالتالي ممكن أقول لحضرتك مثالين واضحين كلنا كنا شهود عيان عليهم. وثيقة السلمي اللي حصل على أثارها مذبحة محمد محمود ومحاولة تسويف الانتخابات مجلس الشعب. والنقطة الأخرى المهمة هو عدم انصياع المجلس العسكري في ضبط ميزانيته وعرضها على لجنة خاصة داخل البرلمان، وبالتالي ميزانية الجيش تكون واضحة. ميزانية الجيش بقى يعني بتصرف منين؟ يعني الفلوس اللي بتجيلك من أمريكا كل سنة فوق 1.8 مليار بتصرفها فين؟ يعني الاتفاقات العسكرية والاتفاقات حول الأسلحة اللي بتجيبها بدون أي مراقبة اللي هي اللي بنسميها checks and balances. الجيش في مصر لا يريد أن يكون عليه رقيب على الإطلاق، وبالتالي الدكتور مرسي في هذا الإطار بيقول إحنا نحترم الجيش. الدكتور مرسي هو من ذهب إلى الهند وإلى باكستان وإلى روسيا وإلى غيرها وعقد كل الاتفاقات العسكرية والاتفاقات التدريب وعمل ميزانية مضاعفة للجيش علشان التدريب وعلشان التسليح، يبقى إحنا كنا عايزين جيش يستطيع أن يقدم أو يقوم بمهمته الأصيلة في الحفاظ على مصر، وبالتالي وفهم أن هناك فترة تباينية هتبدأ تحصل أو انتقالية ما بين سيطرة الجيش بالكامل إلى أن يكون هناك ليس مشاركة للسلطة ولكن احترام لسلطة الشعب وتقدير كبير للجيش طالما قام بدوره. هذا الموضوع بطبيعة الحال لا يرضي دولة العسكر أو دولة الجيش اللي موجودة في مصر، اللي أكثر من بحث من الأبحاث دكتور ياسين الصايغ وغيرهم معهد المصري ذكر بشكل واضح جدا أن الجيش المصري منذ الخمسينات إلى دولة مبارك وما بعد دولة مبارك هو يريد أن يكون هو يحكم مصر وأن الباقي دولة رعاية بالنسبة له. ده المشكلة الرئيسية اللي كانت موجودة. الدكتور محمد مرسي الناحية الثانية بيقول لا، بيقول لما تحصل مشكلة في سيناء أنا هذهب بنفسي في سيناء. لما يجي يتكلم على تعمير سيناء فيحط 5 مليار بيتكلم على تعمير بجد، مش على هدم بقى للبيوت وتشريد الناس وقتل اكثر من 3 او 4000 مدني موجودين في سيناء، لا بيتكلم على تعمير حقيقي، بيتكلم على انه لو حصل اي مشكله من الارهابيين احنا سنتحرك بالقوات العسكريه المصريه داخل سيناء بدون الانتظار للموافقه كامب ديفيد زي ما بيفعل السيسي وبيخلي الدرونز الاسرائيليه تدخل داخل الاراضي المصريه. وبالتالي احنا كنا امام رئيس بيمثل الحاله الموجوده وهي حاله شعب اراد ان يبسط سيطرته وان هو لا يعني. طيب انت لم ترد على سؤالي،
هل فعلا كان في شكل من أشكال يعني ما نسميه حتى في العلاقات التجارية يعني صفقة بين الإخوان وبين الجيش عندما استلموا الحكم، صفقة أن اتركونا نحكم، ادونا مساحة ونحن نعطيكم مساحة، شارك فيها بشكل أو بآخر قيادات الجيش مع خيرة الشاطر إلى آخره، هل ده كان بيحصل؟ طيب الإجابة بشكل واضح قاطع لا، والأمثلة من ذلك كثيرة. بعد أول قرار خده الدكتور محمد مرسي بعد انتخابه هو عودة البرلمان، وبالتالي هذا بشكل واضح بيتحدى السلطة التي أراد الجيش أن ينزعها من الشعب وهي السلطة التشريعية، دي بشكل واضح جدا. بعد أقل من شهر وعشر أيام أقل تنطوي وأقل عنان مع عدد كبير من المجموعات اللي كانت تنتمي للنظام القديم وتسببت في الحادثة اللي حصلت الأليمة في سيناء، وغيره من عشرات القرارات اللي حصلت. أنا عايز حد يقول لي مثال واحد على هذه الصفقة اللي بنتكلم عليها، فين الصفقة؟ يعني زي ما بنقول كده بأمارة إيه كان في صفقة ما بين الإخوان وما بين العسكر، حصلت فين يعني؟ طيب هل كان في ملف موازي تاني بيدار بعيدا حتى عن الرئاسة بين الإخوان كجماعة وبين المجلس العسكري كان يقود من ناحية خيرة الشاطر ده حتى بعيد عن الدكتور محمد مرسي؟ يعني كان في خطوط اتصال ما بينهم ولا لا ده ما كانش موجود؟ لا ولا أعرف، أنا مع الدكتور محمد مرسي منذ أول يوم، سواء كنت في المكتب الاستشاري ثم في الوزير يتحدث عنها الإخوان المسلمين، فعلا أنا ما أعرفش إذا كان موجود ولا لا. ميزانية الجيش كانت هي عقبة حقيقية أمام تقبل الجيش لحكم محمد مرسي والإخوان، البعض بيقول إن هم لا كانوا عايزين ميزانية الجيش تحت رقابة البرلمان، المجلس كان رافض، عندك معلومات في هذا السياق سيد حامد؟ ده كلام مظبوط، مش بس على فكرة ميزانية الجيش، أنا أدي لحضرتك على حاجة أنا كنت شايفها بشكل واضح وهو مشروع قناة السويس وتنمية محور قناة السويس وإزاي إن الجيش كان أكبر معرق ليه. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي فين محور تنميه قناه السويس، والجيش قاعد يقول انا عايز كذا كيلو 5 كيلو من اول القناه وتبقى الارض دي بتاعتي انا فقط لا غير، والسيطره على مش عارفه مين، وان انا اكون مشارك. فين محور قناه السويس الان؟ غير موجود على الاطلاق. بعد التفريعه اللي عملها السيسي وصرف فيها 9 مليار دولار قل او يعني هامش بسيط جدا، بدل ما كنا بيدخل لنا 5 مليار دولار في السنه بقى بيدخل لنا 5.1 من 10 او 5.2 من 10 مليار دولار في السنه، وغيره المناجم على سبيل المثال اللي بيسيطر عليها الجيش في كل مصر، منجم السكري على سبيل المثال اللي بيخرج اطنان من الذهب، هل هو موجود في الميزانيه العامه في الدوله؟ حضرتك راجع البيانات اللي موجوده غير منصوص على الاطلاق الا برقم كلي، حضرتك ما تقدرش تعرف منجم السكري او غيره من المناجم والتعدين بتطلع قد ايه لمصر. حقل الظهر اللي موجود دخل قد ايه منه للميزانيه العامه للدوله؟ غير معروف. طيب. العاصمه اللي عملها السيسي اللي بيقولوا ان هي كلفت فوق 45 مليار دولار، من اين اتت الفلوس لما بيقول السيسي ان الفلوس بتاعتها مش جايه الميزانيه العامه؟ هناك مش دوله داخل الدوله، هناك ابتلاع للدوله بمواطنيها، وحتى التحرك من تعامل الدوله مع المواطنين على انهم رعايا للتعامل معهم الان على انهم طيب. انا لو تسمح لي ان انا اعلق على حاجه صغيره يا دكتور. اتفضل سريعا بعد اذنك اتفضل. من 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 يومين اللي هو وانا قلت لمده سنه ونص للي كنتوا موجودين عندكم، يعني انا اريد ان احنا انا شاهد على كيفيه التعامل اللي كان بيتعامل فيه السيسي وهو تعامل متزلف للغايه مع السيد الرئيس بشكل واضح كده، السيد الرئيس وغيره من اللي كانوا موجودين كان اتكلم بشكل واضح على السيد الرئيس، هذا دكتور مهندس رئيس قسم لا يتصور ابدا، مع احترامنا لبعض العسكريين وليس لكل العسكريين وطبعا مش من ضمنهم القادة الحاليين على الإطلاق، أنه يأتي حد من العسكر فيقول له هو أنت بقى عندك خطة للتعليم؟ خطة للتعليم مصر في ذيل قائمة التعليم الموجودة في العالم طبقا لتقرير التنافسية الدولية، مصر في ذيل القائمة فيما يخص الوضع الصحي في مصر. في فرق بين أن حضرتك تقف وتقول لي أنا أحسن واحد في الاقتصاد وماسك للناس مسدس، فتيجي تقول له اول ما تقول لا هقتلك او هموتك. طيب. زي ما عملوا مع امين المهدي وزي ما عملوا مع غيره من الرموز الليبراليه والعلمانيه والاسلاميه وغيرها، لا يقف امام السيسي الان اي احد الا وهو يحطه في السجون ولا اخر. السيسي لم يكن يستطيع ان يتحدث على الاطلاق بالشكل اللي هو ادعاه في المؤتمر. طيب. اللي هو لا يسمع فيه الا صوته. سؤالي الاخير، انت عندما تتعرض حتى للقنوات المصريه او حتى لبعض القنوات العربيه المواليه للنظام في مصر ترى تقول ان يعني اوباما وهيلاري كلينتون دول كانوا بيؤيدوا جماعه الاخوان المسلمين، هم من اللي صدروها للحكم في مصر وساعدوها للوصول لكرسي الحكم، يعني ممكن كلام يصل الى انها وكان الاخوان في مصر مثلا كانوا فرع من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده
الأمريكية. ده يقودنا لتساؤل، ما مدى كانت طبيعة العلاقة بين الإخوان في عام حكمهم وبين الإدارة الأمريكية آنذاك؟ يعني أنا أظن أن الحديث حول علاقة السيد الرئيس حكومته مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي ومع غيرها من الدول كانت تتميز بمجموعة من الخصائص. واحد، أن العلاقة كانت دائما علاقة ندية، يبحث فيها الرئيس ويبحث فيها الآخر عن المصالح المشتركة. أمريكا تفهم بشكل جيد جدا أن مصر مهمة جدا في المنطقة، وحتى لو لم تكن يعني عندها ارتياح للتعامل مع الأيديولوجية التي يمثلها السيد الرئيس وهكذا أو انتمائه الأيديولوجي، ولكن هي فاهمة كثيرا جدا وجربت أن السيد الرئيس كان يعتبر مركز قوة ومركز استقرار موجود في مصر. العلاقة كان فيها احترام واحترام شديد، واعتقد ان العلاقه ايضا كان فيها نوع، اوباما لما سئل بعد اسابيع قليله من تولي السيد الرئيس هل مصر صديقه؟ فقال مصر ليست صديقه وليست عدو، ولكن لدينا معها مصالح مشتركه. امريكا لا تصاحب احد الا ان يكون يعني مزعنا لها، والرئيس مرسي لم يكن مزعنا لاي احد على الاطلاق، بل كان دائما ينظر الى مصر دوله محترمه كبيره. شكرا. امتداد كبير جدا عربي وافريقي واسلامي، وبالتالي كان يتعامل بقدر مصر التي كان يراها. اشكرك. نعم، السيد يحيى حامد وزير الاستثمار المصري الأسبق كنت معي عبر سكايب، أشكرك شكرا جزيلا. وفي نفس السياق ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الكاتب الصحفي منير أديب. أستاذ منير أحييك. السردية اللي كانت مشهورة في مصر حتى هذه اللحظة أننا أمام الراحل الرئيس محمد مرسي، رئيس مذعن لجماعته يأتمر بأمرهم، نفاجأ جميعا بالرسائل المسربة، وهي رسالة حتى كانت سرية للغاية، تقول عكس ذلك، تقول أن محمد مرسي كان يحاول أن يكون وكان مستقلا عن جماعته بشكل كبير، ما رأيك؟ يعني أعتقد أن هذه الرسائل المسربة أكدت ما كنا نقوله، ولعل هناك قراءة أخرى يعني لك أو للجزيرة، ولكن قراءتي الخاصة لهذه الرسائل وقد اطلعت على الكثير منها أن تمت اتصال كان ما بين الإدارة الأمريكية ممثل وزيرة الخارجية الأمريكية وما بين الإخوان من جانب وما بين قطر من جانب آخر. كان هذا الاتصال هدفه هو احتواء هذه الجماعة، دعمها، وأعتقد أنه طلب من قبل رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فضلا على أن تمويل من قبل الإدارة الأمريكية وصل إلى الإخوان. كم أي تمويل؟ 100 مليون دولار. الإخوان أخذوا من أمريكا 100 مليون دولار؟ ده في أي وثيقة؟ هكذا جاء في، لا حضرتك بتقول كلام مش صحيح، لان انا اطلعت على هذه الرساله التي تتحدث عنها، وقيل كلام اني هم عايزين يدعموا قناه للاخوان ب 100 مليون دولار وليس جماعه الاخوان المسلمين، وهذا لم يحدث حتى وفقا لهذه الرسائل، واللي على ما يبدو ان كل واحد بيتناولها من وجهه نظره. لكن خلينا في الرساله اللي احنا قدامنا، اللي احنا مش هنختلف عليها لان معانا نصها، اللي هي بتقول ان محمد مرسي نصا أراد الحكم بشكل مستقل تماما عن جماعة الإخوان المسلمين، ورسالة نصها طبعا هي للأسف باللغة الإنجليزية على الهواء الآن. إيه رأيك في الكلام ده سيد أديب؟ نعم، هذه رسالة من 1800 رسالة أخرى. قد تكون هذه رسالة صحيحة، ولكن هناك 1700 رسالة أخرى تؤكد أن أمريكا استغلت الإخوان ودعمتها بشكل كبير، ولعل هذا الدعم كما ذكرته بإنشاء قناة إخبارية في مصر وبإنشاء جريدة مستقلة. يا سيد أديب، أنا لا أتحدث عن رسائل على ما يبدو هي، يعني أنا آسف، لم نستطع أن نتأكد من صحة ما يقال على القنوات الأخرى لموقف ما متخذ من جماعة الإخوان المسلمين. أنا قدامي رسالة حاطينها على الهواء، أرجوك تعالى نتكلم فيها دلوقتي. الرسالة بتقول، بعتها مصدر سري عالي الأهمية من داخل القاهرة، يبدو أنه مصدر مخابراتي أمريكي لهيلاري كلينتون، سري للغاية، تقول لا، محمد مرسي كان مستقلا عن جماعة الإخوان المسلمين على عكس ما يروى. ممكن تقولي رأيك في هذه النقطة؟ نعم، يعني أنا ذكرت لك أن هذه الرسالة قد تكون صحيحة، قد يكون هناك مصدر بعث لوزيرة الخارجية الأمريكية يقول لها هذا الكلام، ولكن وزيرة الخارجية الأمريكية ربما قالت كلاما آخر. ما احنا ما شفناش الإخوان، نحن دعمناهم
على سبيل المثال، وبالتالي الإخوان هم الأداة الأساسية والرئيسية للولايات المتحدة. يعني هل أنت تصدق يعني أنت مصدق هذه السردية؟ أمريكا وافقت على الانقلاب العسكري في مصر بعد ذلك مما ظهر عيانا بيانا للناس وعلى الإطاحة بمحمد مرسي، ولم تسمي حتى الانقلاب باسمه انقلاب عسكري، والجيش نفسه قال أن وزير الدفاع الأمريكي يوميا بيتصل بوزير الدفاع المصري آنذاك لساعات عبد الفتاح السيسي. لكن خلينا بعيد عن النقطة دي، نذهب لنقطة أخرى، نقطة الجيش. الرسالة دي بتقول أن الجيش طول الوقت كان همه الحفاظ على ميزانيته، ما تبقاش عيانا بيانا، الحفاظ على استثماراته إلى آخره، وحارب الإخوان في هذه النقطة حربا كبيرة. الإخوان كانوا عايزين ده كله يبقى تحت إرادة البرلمان. انت ايه رايك في الكلام ده؟ الإخوان عندما كانوا في السلطة وقبل أن يكونوا في السلطة كانوا يفتقدون ما يمكن أن نسميه بالأمن القومي المصري. الإخوان حتى وعندما كانوا في السلطة وجهت اتهامات لهم أنهم كانوا ضد الأمن القومي المصري. وأعطيني 30 ثانية كي أوضح لك هذا الأمر. هناك تقارير خرجت من المخابرات المصرية ومن أجهزة سيادية إلى محمد مرسي، وفوجئنا بعد ثورة 30 يونيو أن نسخ من هذه التقارير في مكتب خيرة الشاطر ومكتب الإرشاد، وهذا يعني أن الإخوان لم يكن لديهم إدراك حقيقي بمفهوم الأمن القومي المصري، وكان هناك خلط ما بين مؤسسة الرئاسة التي كان يقبع محمد مرسي في قصرها وما بين مكتب الإرشاد المقسم. إذن يغيب مفهوم الأمن القومي عن الإخوان، وبالتالي فيما يتعلق بالجيش وميزانيته هذا الأمر أيضا افتقد الإخوان فيه ما يمكن أن نسميه بالأمن القومي. نحن لدينا مؤسسة عسكرية قوية، هذه المؤسسة يعني لديها ميزانية، فكرة الإعلان عن هذه الميزانية قد يضر بأمن مصر القومي وقد يسبب أزمة حقيقية فيما يتعلق ب يا سيد أديب. طبعا هذه السردية هي سردية النظام في مصر الذي انقلب، قام بانقلاب عسكري على الإخوان وأخفاهم في السجون والمعتقلات، وبالتالي حتى الرجل الذي كان من الممكن أن يعطينا تصوره أو يدافع عن نفسه وتوفى رحمة الله على الجميع الدكتور محمد مرسي. فيعني أنت الآن تتحدث كيفما شاء، لأن الطرف الآخر هو في السجون والمعتقلات أو مات بالفعل. لكن اسمح لي، هي الرسالة بتقول أن من اللحظة الأولى كان الجيش المصري، قيادات الجيش المصري ضد ثورة يناير وحاولوا احتوائها من اللحظة الأولى، وفي الآخر النتائج يعني على الأقل ظاهريا تؤكد ما جاء في هذه الرسالة. ما رأيك؟ يعني القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت وسوف تظل مع الشعب المصري منذ العام 2011 وفي العام 2012، وأعتقد أن محمد مرسي وصل إلى السلطة في وجود القوات المسلحة، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ وأعتقد مش أنا اللي بقول، الرسالة اللي بتقول لم أسمعك. أنا ما قلتش حاجة يا سيد أديب، أنا أنقل لك ما جاء في الرسالة. إضافة أن الجيش المصري كان وما زال مع مصر ومع المجتمع المصري. فكرة تأسيس هذه المؤسسة أو الحديث على أن هذه المؤسسة تتحدث يعني تتعامل بشكل سياسي أو أن هذه المؤسسة ضد المجتمع، هذا أمر وخارج المنطق والعقل وخارج السياسة أيضا، وأعتقد أنه جزء من تشويه الدولة وتشويه هذه المؤسسة وتشويه الدولة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا السيد منير أديب الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. وما زلنا مع رسائل هيلاري كلينتون، أو مع هذه الرسالة تحديدا، وانضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي جمال سلطان. أحييك سيد سلطان. للحقيقة نحن ما بين أكثر من سردية، سردية تقول أن محمد مرسي كان خاضع للإخوان في قراراته في حكم مصر، ورسالة هيلاري كلينتون المصربة تقول ما يبدو عكس ذلك. كيف نقرأ هذا وذاك؟ لا، هو طبيعي أن هو وجود بعض المؤثرات للجماعة على الرئيس مرسي مسألة بديهية، لأنه هو أساسا ابن جماعة الإخوان المسلمين. هو صحيح أعلن استقالته منها بعد توليه السلطة، لكن مجموعة علاقاته لا يمكن أن تقطع بين يوم وليلة. لكن هناك تقارير بغض النظر عما تقوله هيلاري كلينتون
أو البريد الخاص بها، هناك تقارير كثيرة من شهود، حتى بعضهم كان مختلف مع الدكتور مرسي في فترة حكمه أو استقال، أكدوا فيها أن الدكتور مرسي بالفعل كانت لديه نزعة استقلالية وكان يريد أن تكون مؤسسة الرئاسة مؤسسة مستقلة وتعبر عن مجموع الشعب المصري ولا تعبر عن فئة أو جماعة أو حزب من الأحزاب. هذه تواترت الأنباء بالفعل عن هذه، وأنا أقول ذلك وأنا كنت معارضا للدكتور مرسي، لكن للأمانة يعني لابد أن نؤكد أن الدائرة القريبة من الدكتور مرسي المختلفة معه وليس من أعضاء الجامعة كانوا يؤكدون على هذه النزعة. للسردية المقابلة هي الأقوى في مصر، يعني دايما كان الأقوى في مصر يقول لك لا محمد مرسي ده خاضع لجماعة الإخوان المسلمين، يأتمر بأمر مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع. يعني للسردية دي كانت هي الأقوى، هي الأكثر انتشارا على عكس ما جاء في بريد هيلاري كلينتون. هو طبعا هي مساله، هو مساله تشويه الاخوان مساله مقصود بها هو تشويه حاله يعني ثوره، يعني ولا هي ليس الاخوان وحدهم، يعني انت يعني الان يعني لا يوجد طرف من اطراف ثوره يناير لم يلحقه التشويه. لا ثوره يناير كلها على بعضها يعني توصف الان بانها خراب يناير ومصيبه يناير، وانه والسيسي لا يذكرها كثورة أصلا، يعني حتى رئيس الجمهورية الذي أتى بموجب ما ترتب على هذه الثورة لا يذكرها كثورة، يقول لك أحداث يناير وكل خراب حصل في مصر ينسبه إلى يناير. يعني مسألة واضحة، يعني هي في حالة كراهية لثورة يناير وكل ما يتعلق بها. الكيان الأكبر في فترة الثورة، التنظيم الأكبر في فترة الثورة كان تنظيم الإخوان، والتنظيم الذي وصل بأحد أعضاء إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان كان هو الإخوان، وبالتالي مسألة شيطنة الإخوان مسألة مقصودة. نعم. أنت يعني خلينا نكون صراحاء، يعني هو علاقة الرئيس محمد مرسي بالسيسي كانت زي السمنة على العسل، يعني إيه المشكلة يعني هل السيسي اكتشف الآن أنه مرسي كان مع الجماعة أو كان مؤيد الجماعة؟ يعني الحقيقة ابقى معي. كلها نوع من نعم. نعم ابقى سأعود إليك بالتأكيد أستاذ جمال، لكن ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي. أستاذ المنشاوي أحييك. الحقيقة لعل سؤال ممكن يكون بعيد عن ما جاء في هذه الرسالة التي نحن بصددها، هيلاري كلينتون قيل كلام عنها سواء في مذكراتها أو في رسائلها يعني ما لا يعد ولا يحصى، والبعض حتى أصبحنا لا نجد له أصلا من الواقع. إيه الحكاية؟ إيه حكاية هيلاري كلينتون مع مصر سواء من خلال مذكراتها أو من خلال بريدها الآن المصرح؟ القصة طويلة جدا ومعقدة. كل ما كشف عنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة كله أشياء قديمة موجودة على مواقع ويكيليكس منذ عام 2016، فليس هناك أي وثيقة جديدة لم أطلع عليها من قبل وغير من الباحثين المتخصصين في الشؤون الأمريكية. ليس هناك أي جديد على الإطلاق فيما جاء، والذي جاء هو لشأن أمريكي داخلي بحت ليس له علاقة على الإطلاق بقضايا الشرق الأوسط أو قضية الشأن المصري أو علاقة الإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية بجماعة الإخوان أو بالجيش المصري أو بثورة 25 يناير. كل هذه تفاصيل غير هامة في هذه اللحظة. طيب. ما حدث أن الرئيس أوباما ضغط على وزير العدل ووزير الخارجية من أجل الإفراج، أو الرئيس ترامب تقصد سيد منشاوي؟ ترامب نعم ضغط على وزير الخارجية من أجل إتاحة هذه الرسائل الإلكترونية للجميع، لعل وعسى يجد فيها ما يدين منافسه الديمقراطي جو بايدن. هذا هو الموضوع، هو يبحث عن أي سجل سيء قد يستفيد منه في حملات الانتخابية للإضرار بالحزب الديمقراطي ومرشحه جو بايدن. هذه هي النقطة، وكان يسعى أن يكون هناك فضيحة لبايدن تم الإخفاء حتى الآن، علاقة مشبوهة برجال أعمال في روسيا أو في الصين بسبب فساد ابنه هانتر أو شيء من هذا القبيل. لكن كلينتون بالنسبة للحظة التاريخية الأمريكية هي تاريخ ماضي، الآن الكل يركز على صراع ترامب وبايدن. جاءت مصر في هذه الوثائق ليس جديد، الإدارة الأمريكية، وزيرة الخارجية، الاستخبارات الأمريكية لها علاقات كانت مع كل القوى السياسية. سردية موجودة في مصر الآن ومنتشرة انتشار كبير طبعا طيلة السنوات الماضية من خلال النظام وقنواته وحتى في بعض القنوات العربية، أن إدارة أوباما وهيلاري كلينتون كانوا داعمين بشكل ضخم جدا لجماعة الإخوان المسلمين، حتى كانوا يطلبوا لها الدعم بالملايين من قطر لإنشاء قنوات فضائية أو غيره، أو دعم للجماعة بشكل مباشر.
ما مدى صحة ما قيل في مثل هذه السياقات؟ لا، هذا كلام غير دقيق على الإطلاق. الإدارة الأمريكية تواصلت مع كل القوى السياسية وكانت تريد مصر مستقلة، ورأت أن اللحظة التاريخية بعد 25 يناير لحظة فوران ثوري، وأن القوى الشعبية القوى السياسية التي لها قواعد شعبية أكثر من غيرها أو منظمة أكثر من غيرها هي جماعة الإخوان المسلمين. ونتائج الانتخابات الحرة التي أشرفت عليها منظمات دولية ومنظمات مصرية ومنظمات عربية كانت تأتي بنتائج كانت ستدعم أي قوة تكسب الانتخابات المصرية. لو كان حزب النور هو الفائز كانت دعمته، لو كان حزب الوفد هو الفائز كانت دعمته بنفس الصورة التي قيل أنها دعمت بها جماعة الإخوان. المساعدات الاقتصادية لمصر مستقرة منذ عهد الرئيس مبارك وحتى اليوم، المساعدات العسكرية مستقرة منذ عهد الرئيس مبارك وحتى اليوم. العلاقة ليست شخصنة حزب سياسي أو دعم توجه سياسي معين، هناك خطوط حمراء لواشنطن من أهمها الاحتفاظ بعلاقات مصرية إسرائيلية جيدة، وكل القوى السياسية اتفقت على ذلك. الجيش متفق على هذا التوجه، وجماعة الإخوان قالت أنها تلتزم بهذه الاتفاقات الدولية الموقعة. فأعتقد أن الولايات المتحدة لم تدعم جماعة الإخوان بالطريقة التي يراد لها أن تكون في السردية الحكومية المصرية في هذا الوقت. كما ذكرت، أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من واشنطن، وعودة لإسطنبول مع الأستاذ جمال سلطان. الرسالة التي نحن بصددها تحدثت عن علاقة الجيش بالإخوان، بدأ أنها في لحظة متوترة، بدأ أن الجيش يحاول أن يحتفظ ويحافظ على مكتسباته الاستثمارية على ألا يتحدث أحد عن ميزانيته أو تنشر أو تذهب للبرلمان بشكل أو بآخر. ما رأيك سيد جمال في هذه النقاط؟ هو بس في نقطة مهمة جدا، انه احنا يعني لا نستطيع ان نتحدث عن الجيش كمؤسسة، ولكننا نستطيع ان نتحدث عن المجلس العسكري. صحيح. مجموعة الافراد الذين كانوا يقودون المؤسسة. المجلس العسكري كان من الواضح ان هناك اكثر من الاتجاه فيه، والمسألة تجلت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي واستيلاء السيسي على السلطة، فأصبح هناك حالة من التنكيل بالمجلس العسكري بكامله. يعني تقريبا هو فور المجلس كله أقاله، يعني حتى وزير الدفاع الفريق صدقي الصبحي اللي هو كان محميا بالدستور خلاص أطيح به، ولم يجرؤ أحد على الحديث. الفريق سامي عنان اللي هو كان نائب رئيس المجلس العسكري دخل السجن واتحكم عليه بمحكمة عسكرية بأنه مزور، وجهت له تهمة أنه مزور، هذا وجه لي نائب رئيس المجلس العسكري. فنحن نتكلم عن مجموعة أفراد ولا نتكلم عن المؤسسة. الحقيقة أنه حسابات الرئيس السيسي بشهادات متواترة أنها كانت يعني نوع من التودد المبالغ فيه إلى الرئيس محمد مرسي، ومحاولة الاستيلاء على عواطفه ونيل ثقته، والتماهي في إظهار الولاء للرئيس محمد مرسي حتى وقع ما وقع. لكن في نقطة أنا مهمة جدا، يعني الكلام عن موضوع مسألة أمريكا ومسألة إنه هو أمريكا كانت بتتواطأ مع الإخوان، طبعا ده كلام خرافات يعني خزعبلات، ممكن نخطئ الإخوان أو ننتقده في أشياء كثيرة. لكن في هذه المسألة لما نتكلم إن أمريكا كانت بتتآمر مع الإخوان المسلمين ضد الدولة الوطنية المصرية أو ضد المؤسسات الوطنية المصرية وضد مصالح مصر وأمن مصر القومي، طب أمريكا ليه حبيبتك دلوقتي لما هي أمريكا دي متواطئة وعدوة؟ ليه الرئيس ليه السيسي يخرج كل مرة ويقول علاقتنا وثيقة مع الولايات المتحدة، علاقتنا استراتيجية مع الولايات المتحدة، علاقتنا كذا، ليه إذا كانت هي جهة متآمرة؟ أنا أعتقد أن هذا نوع من الدجل السياسي الذي يعني أصبح يصم هذه المرحلة الملتبسة التي نعيش فيها الآن. ابقى معي سيد جمال، سأعود إليك بالتأكيد. مصريا أيضا مشاهدينا